مشاهدينا يا هلا مرحبا فيكم في برنامجكم المؤشر. إذن هذا اليوم الثاني من تداولات بورصة الكويت، ويعني حركة جدا سلبية مثل ما تلاحظونها، واكتساء في اللون الأحمر لجلسة هذا اليوم، وانخفاض في السيولة النقدية حتى هذه اللحظة عندنا 46 مليون، جدا انخفاض واضح في السيولة النقدية، وقاعد تبين معنا السيولة أن هذه جلسة سلبية بالفعل. لكن حول جلسة هذا اليوم ننتقل وياكم سريعا إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت ليوافينا من البورصة زميلنا عايد. عايد مساء الخير، ضعنا في الصورة في هذه الجلسة الحمراء. مساء الخير يوسف، مساء الخير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. أما بالنسبة للسيولة يوسف، كان واضح منذ البداية، البداية كانت بداية ضعيفة جدا. السيولة 400 ألف أو 600 ألف، يعني بداية الجلسة متعودنا إحنا على 2-3-4 بداية الجلسة، لكن لاحظنا اليوم انخفاض السيولة من منذ بداية الجلسة حتى هذه اللحظة. فيما اليوم تماسكت الشركات القيادية، الشركات القيادية اليوم أفضل، السوق الأول أفضل، فيه تماسك جدا جيد، لكن السوق الرئيسي اللي قاعد يتعرض لضغوط بيعية واضحة، خاصة الشركات المضاربية التي ارتفعت بقوة الفترة الماضية، قاعد تجني أرباح في الفترة الأخيرة. لذلك مشاهدينا الكرام، أعتقد أن عملية جني أرباح رغم الظروف الموجوده، لكن هي عمليه جني ارباح مستحقه على كثير من الشركات اللي ارتفعت بقوه في الفتره الماضيه. يعني هذا هو الوضع العام اللي قاعد يصير في السوق في هذه الجلسه والجلسه الامس. طبعا بعض الظروف اللي حدثت في جلسه الامس تغير عن هذه الجلسه، لكن احنا قاعد نشوف اليوم السوق الاول جيد حتى هذه اللحظه، وحتى في هذه اللحظات في دخول واضح على الشركات القياديه، وراح ترتفع السيوله مشاهدينا الكرام، اعتقد راح تطوف ال 50 مليون مع اقفالات المزاد. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام وين راح نروح، وين راح نوقف، وين راح تداول، راح تكثف على اي شركه، هل الدخول راح يكون على البنوك ولا لا؟ راح يكون هناك دخول واضح على القطاع المصرفي تحديدا اللي قاعد اشوف الوطني، الطلب يفوق العرض، بيتك الطلب يفوق العرض، طلبات جيده امانه في هذه اللحظات. كذلك قاعد اشوف انا يعني بعض الشركات طلباتها جدا ايجابيه، ولاحظ الصناعات الوطنيه كذلك الطلب جيد حتى هذه اللحظه، لكن راح تقفل على استقرار. لاحظ مشاهدين الكرام بنك وربة الطلب جيد لملحيل، العرض كذلك بسيط. يعني وضع عام ككل هو الشركات القيادية اللي راح ترتفع فيها السيولة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة، ولم يتبقى إلا نص دقيقة لإقفالات المزاد مشاهدين الكرام، والكل ينتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة، جلسة اليوم، وإن شاء الله تكون جلسة خير في النهاية، وتحول بعض المؤشرات إلى المنطقة الخضراء، وخاصة مؤشر السوق الأول نتفائل بالسوق الأول إن شاء الله تحول المنطقة الخضراء. السوق الرئيسي لا، في صعوبة شوي لأن الشركات المتراجعة كثيرة جدا. دشينا المزاد مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، وننتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة واللحظات الأخيرة. 11 نقطة تراجع للسوق الأول، 29 نقطة للسوق الرئيسي، 14 نقطة للسوق العام، والطلبات قاعد تزداد، الطلبات قاعد تزداد مشاهدينا الكرام على أكثر من شركة، الطلبات قاعد تزداد على أكثر من شركة في نهاية هذه الجلسة، واللي قاعد أشوفه أنا يعني ما زالت الطلبات إيجابية على الوطني وعلى بيتك وعلى طبعا بعض الشركات الاخرى. يعني الاستثمارات الوطنيه الكويتيه ما راح تغير شيء حتى اللحظه، بنك بوبيان يعني وضعيته جيده لما الحين، وبرقان كذلك مشاهدينا الكرام الطلب يفوق العرض، الدولي راح يكون في تراجع، التراجع في السين لما الحين. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام كان في اي تغيرات ولا لا، عقارات الكويت كذلك الطلب يفوق العرض في هذه اللحظات. نشوف ارزان اللي كانت تداولات الامس والايام الماضيه كانت جدا تداولات قوية جدا، تطلب 103 بالحد الأعلى، تعرض 223 بالحد الأدنى، لكن فيها تراجع راح تكون متراجعة. السفن كذلك بوضعية جيدة، السفن راح تكون وضعيتها جدا إيجابية. العقارات المتحدة راح تقفل على 105 مشاهدين الكرام، آخر صفقة تقريبا 105 لا 105 105 ما راح تغير شيء. نشوف معاكم كذلك عربية عقارية، الوضع جيد لما الحين، لكن العرض أكثر من الطلب في هذه اللحظات. والله قاعد نشوف انفست الطلب جدا جيد، 160 مشاهدين الكرام 35000، والعرض 149 10000، ترتد انفست 6 فلوس حتى هذه اللحظه، ولم يتبقى مشاهدينا الكرام الا ثواني معدوده لاقفال دشين. 39.5 حاليا، 39.5 مشاهدينا الكرام، وبانتظار الاقفال في نهايه هذه الجلسه، ونتمنى ان شاء الله تحدث تغيرات يعني جيده. اللحظات الاخيره هذه هي الاقفالات مشاهدينا، مثل ما قلنا السوق الاول يتحول الى المنطقه الخضراء، السوق الاول يتحول الى المنطقه الخضراء، والسيوله سامحونا على 300000، 49 مليون و700، يعني 300000 راح تكون بعد المزاد ان شاء الله. لذلك واضح مشاهدينا الكرام بان الدخول كان جدا جيد على الشركات القياديه، لذلك بيتك الوطني ارتفعوا في هذه الجلسه، بيتك الوطني ارتفعوا في هذه الجلسه، فيما تراجع الخليج والاهلي والدولي وبرقان والكويتيه والمشاريع وكذلك ارزان، في تراجعات لبعض الشركات، لكن كوضع عام وضع عام جدا جيد مشاهد. لكن اللي زادت الخسائر اليوم
السوق الرئيسي، السوق الرئيسي 37 نقطة مشاهدين الكرام، السوق الرئيسي 37 نقطة تراجع، يعني تراجع أكثر، كان 29 تراجع 37، سوق العام 7 نقاط و14 نقطة، السيولة حاليا تقترب من 50 مليون، عقارات المتحدة 105، إيفا 381، أنفست 154، أنفست 8 فلوس صعود اللي أنفست، نلاحظ زين 454، المركز المالي 131، نلاحظ انفست 154، ما زال انفست يعني بوضعيه جيده، اعتقد انه ما في عرض اليوم، عرض 34 عكس الامس اللي صار فيها دراما امانه، صار فيها يعني صعود ومن ثم هبوط وتراجع 18 فلس في نهايه الجلسه، اليوم لا انفست راكده اليوم 24 مليون تداولها لما الحين، ونشوف معاكم المتحده كذلك 105 مشاهدين الكرام في هذه اللحظات طبعا مطلوبه، نشوف معاكم كذلك في هذه اللحظات اعيان العقاريه 93.2، منازل 36.2، المباني 818 المباني، المباني اللي كانت امس يعني صفقات او تبادل اليوم فلسين تراجعا 1,267,000، التجاريه العقاريه كذلك المتراجعه، السنام المتراجع 202، الصفات 104، انفست 154، اسيكو 84 تراجعت انفست، اسيكو باشر لا بعد باشر راح يكون تسييل 23 مليون، اليوم عندي الوطني صاعد فلسين بتداولات 1,474,000، عندي بنك الخليج المتراجع فلس ب1,817,000، عندي الاهلي المتراجع 3 فلوس مشاهدي الكام 790,000، عندي الدول المتراجع فلسين 5,872,000، عندي برقان المتراجع فلس 3,477,000، عندي بيتك المتراجع فلسين فيما بنك بوبيان مستقر، ونلاحظ الكويتية المتراجعة فلسين 1,381,000، استثمارات الوطنية ترتد بعد تراجعات الأمس 4 فلوس 1,257,000، المشاريع المتراجعة فلس في هذه الجلسة 20,070,000، أرزان ب 214 5 فلوس تراجعا، يعني مثل ما قلنا أرزان كفت ووفت أمانة صعود قوي جدا الفترة الأخيرة ب 19,148,000، أعيان فلسين صعودا 1,698,000، الامتياز بنص مشاهدينا الكرام فلس صعودا ب 1,439,000، عقارات الكويت بفلس صعودا 920,000، الصالحية 4 فلوس تراجعا، المباني فلسين تراجعا، التجارية العقارية تراجعت فلس ب1,221,000، الصناعات الوطنية بعد أن كانت متراجعة تراجعت الأمس اليوم لا في المنطقة الخضراء بفلس 5,580,000، كيبلات 21 فلس تراجعا، والسفن ب4 فلوس تراجعا بعد أن كانت في المنطقة الخضراء، بوبيام كماوية 6 فلوس تراجعا، اجلتي المستقره في هذه الجلسه، وزين المتراجعه فلس، هيومن سوفت 23 فلس، وارافكو ب 3 فلس صعودا، الجزيره 15 فلس صعودا، لكن جي اف اتش بفلس تراجعا، بنغوربا بفلس، اس تي سي 3 فلوس، ونلاحظ المتكامل 13 فلس تراجعا، والبورصه 9 فلوس مشاهدينا الكرام صعودا، والغانم 6 فلوس صعودا، ووربا او بيوت اسف بالفلسين تراجعا في نهايه هذه الجلسه، لذلك مشاهدينا الكرام السوق الاول نقول مستقر، السوق الاول مستقر طبعا هو باللون الاخضر 0.16 لكن يعتبر استقرار مشاهدينا الكرام، بسيوله اليوم 26 مليون يتفوق على السوق الرئيسي، السوق الرئيسي خفت حده المضاربات امانه، خفت حده المضاربات، كانت مضاربات عنيفه الفتره الماضيه على مدينه الاعمال، على مينا العقاريه، على المتحده، على والله كثير من الشركات كان ضربات عنيفه وقويه جدا، وطنيه الدوليه القابضه والصفات يونيكاب، خفت هذه التداولات لذلك تراجعت سيوله السوق الرئيسي بصوره ملحوظه مشاهدينا الكرام في الاونه الاخيره، وقاعد نشوف احنا في هذه الجلسه في تراجعات ولكن تراجعات طفيفه على هذه الشركات المضاربيه، بعضها تحول في نهايه الجلسه الى المنطقه الخضراء، يعني مشاهدينا الكرام السوق الرئيسي ما زال يتعرض لضغوط بيعيه نتيجه عمليات جني ارباح لكثير من الشركات المضاربيه، فيما السوق الرئيسي الاول لا بدا يرتد، بدأ يتأقلم مع الوضع مشاهدين الكرام، بدأ وضعيته تكون أكثر إيجابية، وهذا واضح من خلال أداء كثير من شركاته. خلينا نشوف معكم مشاهدين الكرام الصفقات، ومن ثم نعرج على السوق الرئيسي ونشوف وضعيته في نهاية هذه الجلسة، خاصة الصفقات ما زالت تتوالى مشاهدين الكرام على كثير من شركات السوق، ونفست مستوى 154 حاليا صفقات كثيرة على أنفست، أنفست أكثر الشركة أكثر الشركات صفقات في نهاية هذه الجلسة، يطلب أنفست 208 في هذه اللحظات، أسيكو 84 يعرض في هذه اللحظات كذلك ضغط بيعي واضح على نفست، لاحظ أسيكو 84 مشاهدين الكرام، ومنتزهات كذلك 89.5 مبرد 93، لاحظ الصفقات على كثير من شركات السوق في نهاية هذه الجلسة، وأعتقد لم يتبقى مشاهدين الكرام إلا ثواني معدودة، والسيولة 50.5 مليون، 50.5 مليون مشاهدين الكرام، إيفا 381 في نهاية هذه الجلسة، وقاعد نشوف يعني التجاري اليوم تراجع 8 فلوس، التجاري من ضمن الشركات يتأثر على المؤشر، نلاحظ الخصوصية اليوم في المنطقة الخضراء، المساكن اليوم بتراجع عشري الفلس، دلقان بفلس صعودا، العيد مستقر في نهاية هذه الجلسة 1,529,000 للعيد، الدولي حاليا 188 مشاهدينا الكرام معروضا، في صفقات كثيرة قاعد تبرنا، الصفات 104 اعتقد انها ممكن معروضة، اعتقد الصفات 104 لكن في صفقات كثيرة جدا مشاهدينا الكرام قاعد تمر في هذه اللحظات، المشتركة 622 ولحظات مشاهدينا الكرام سكرنا خلاص على 50,475,000، العيد على استقرار، عمار بتراجع
التسهيلات بفلسين، تراجعا ايفا 5 فلوس تراجعا 3,198,000. الساحل المرتفع نصف فلس في هذه الجلسه، البيت بعشر الفلس، المركز المالي 6 فلوس تراجعا، وكميفك بفلس ونصف الفلس تراجعا، الاولى ب 16 الفلس، الخليجي 45 فلس تراجعا للخليجي، بيان ب 19 الفلس تراجعا. اصول مشاهدينا الكرام باستقرار كيفك بفلس اليوم مستوى 80، كيفك اليوم اعلنت عن نتائجها الماليه حيث حققت ربح قدر 132,000 مع الفتره الماضيه المقارنه 1,132,000 كانت خسائر، كانت خسائر الفترة الماضية، لذلك صعدت كيفك اليوم بفلس مطلوبة حتى هذه اللحظة بتداولات 7,781,000. كامكو النشطة، كامكو فيها تداولات جدا جيدة 134 مشاهدي الكرام صعود 3 فلوس بتداولة 4,886,000، والطنية الدولية القابضة كذلك اليوم في المنطقة خضراء 3 فلوس بتداولة 4,673,000، يونيكاب المتراجعة 3 فلوس في هذه الجلسة 1,119,000، مدار في المنطقة الخضراء الصفات 104 مطلوبة في نهاية الجلسة فلس صعودا 4,300,000، اكتتاب المتراجعة وصكوك كذلك المتراجعة، فيما الإماراتية ب 14 الفلس صعودا، آسيا المتراجعة 20 الفلس ب 1,131,000، راسيات المتراجعة فلس مشاهدينا الكرام، أهلية للتأمين بصعود 10 فلوس في نهاية الجلسة، وربا للتأمين العادل للتأمين مستقرين، فيما أولى تكافل بفلس تراجعا، وثاق ب 19 الفلس تراجعا، المتحدة 3 فلوس مشاهدينا الكرام تراجع المتحدة، المتحدة تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، يعني على مدار الأسبوع الماضي وبداية جلسة الأمس واليوم المتحدة في المنطقة الحمراء، ضغوط بيعية واضحة المتحدة داول اليوم 20,678,000. في بنى الوطنية العقارية بنصف فلس مشاهدينا الكرام تراجعا، وتمدين 12 فلس تراجعا، أجيال مستقرة عربية عقارية ب 14 الفلس صعودا، الإنماء 20 الفلس تراجعا، وسلام 11 فلس تراجعا في هذه الجلسة 1,429,000. أعيان العقارية فلسين صعودا بعد تراجعات الأمس 6,237,000 عقار بعشر الفلس، ونلاحظ العقارية المستقرة مزايا وتجارة وأركان وأرجان جميعهم في المنطقة الحمراء، فيما منشآت بفلس صعودا، لكن لو نروح مدينة الأعمال نجدها مستقرة في نهاية هذه الجلسة بتداولات 23,168,000، تعودنا احنا على 75-80 مليون 93 مليون الأسبوع الماضي من الأعمال لكنها مستقرة في هذه الجلسة، منازل ب 14 الفلس مشاهدينا الكرام صعودا، ميناء المستقرة وأسمنت الكويت كذلك المستقر، فيما بورتلاند في المنطقة الحمراء في هذه الجلسة بفلسين، ونلاحظ بأن يعني أسيكو 3 فلوس تراجع عن المشاهدين الكرام بعد صعود الأمس القوي جدا لأسيكو، طبعا مثل ما ذكرنا مباشر بعد باشر في تسهيل 23 مليون وشوي بإدارة تنفيذ وزارة العدل 18,325,000 تداولها اليوم، المعدات بنصف فلس تراجعا 2,201,000، استهلاكية المستقرة مشاهدين الكرام ب 1,412,000، وربا كابيتال بفلسين صعودا بعد خروج أحد الملاك وهو أحمد المنصور من قائمة كبار الملاك كان يملك 7.3% اليوم تد وربا كابيتال، كذلك مشاهدينا الكرام سينرجي المرتفع 14 الفلس بعد تعيين شركة الصفات كصانع سوق على سهم سينرجي، البترولية بتراجع التنظيف بعشر الفلس صعودا، ونلاحظ عربي قابضة بتراجع فلس ب1,909,000 أريد 7 فلوس تراجعا، الرابطة والأنظمة بلون أخضر الأنظمة اليوم 5 فلوس صعودا للأنظمة 1,249,000، من زمان ما شفنا الكميات والصعود للأنظمة، نابسكو المتراجع 34 فلس، والمعامل 5 فلوس، والتخصيص ب20 الفلس، فيما بيت الطاقة ب4 فلوس تراجعا، والتحصيلات ب16 الفلس، آبار 3 فلوس، وايف فنادق 3 فلوس صعودا، المشتركه ب10 فلوس تراجعا، والنخيل بفلس، والاسس ب5 فلوس، ويوباك ب3 فلوس، بشاعر بفلس و20 الفلس تراجعا، والوقود ب6 فلوس صعودا، وحياتكم ب14 الفلس، مبرد بفلس ونصف الفلس، المنتزهات 3 فلوس، السور 8 فلوس صعودا، وفيوتشر كيد المتراجع فلس، وجياد 16 الفلس، المواشي بفلسين تراجعا، لكن القابضه المصريه عندي ب5 فلوس مشاهدينا الكرام صعودا في هذه الجلسه، وانفس مثل ما ذكرنا 8 فلوس صعودا بطلبات جدا جيده في الاقفال 1,500,000 بتداولها اليوم 25.51، والمنار بنصف فلس تراجعا، وجي تي سي بفلسين تراجعا، نقفل هذه الجلسه مشاهدينا الكرام على تباين المؤشرات حيث استقر السوق الاول يعني لكن المنطقه الخضراء هم السوق الرئيسي 37 نقطة تراجعا، والسوق العام 7 نقاط و14 نقطة بسهولة تقترب من 50,500,000 دينار نصف مليون، لذلك مشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا نبحث عن الاستقرار في هذه الجلسة والجلسات القادمة إن شاء الله، متى ما رأينا الاستقرار في السوق الرئيسي أعتقد الأمور راح تعدل وتعود مرة ثانية المضاربات السريعة على السوق، لذلك المضاربات قابت في الآونة في هذه الفترة، متى ما عادت المضاربات راح نشوف سهولة وقوة شرائية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله، كل الشكر لك يوسف، كل الشكر لمشاهدينا الكرام. كل الشكر لك يا عايد على هذا الإيضاح حول جلسة بورصة الكويت الثانية لهذا الأسبوع. ما الذي يؤثر على أداء السهم؟ تغييرات في قيمة الشركة أو سعر السهم هي نتيجة عوامل مختلفة تشمل التغييرات الاقتصادية الكلية، قد تتأثر عمليات الشركة بالتغييرات الاقتصادية
في الأسواق التي تحقق إيرادات منها. التغييرات خاصة بالشركة، تشمل هذه التغييرات تحول في استراتيجية الشركة أو في إدارتها الرئيسية وأصحاب المصلحة أو مورديها وعملائها، بالإضافة إلى أدائها. التوقعات، إذا انحرف أداء الشركة عن توقعات وافتراضات المستثمرين سواء إيجابياً أو سلبياً، فقد تعكس قيمة الشركة هذه التغييرات. نظراً إلى أن السهم هو أحد الأصول عالية السيولة نسبياً وهناك تداول مستمر عليه، فإن التغييرات في سعر السهم تتغير باستمرار لتعكس أحدث البيانات للشركة. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ولتسليط المزيد من الضوء على أداء السوق يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستديو المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. الأستاذ علي، بعد التحية، تقييمك اليوم لهذه الجلسة الثانية من تداولة شهر نوفمبر الحالي؟ بالبداية راح فيك هوي يوسف والسادة المشاهدين الكرام، لا شك أن اليوم الجلسة يعني مواصلة لجلسة الأمس، هناك يعني عمليات جني أرباح واضحة بعد ارتفاعات تحدثنا عنها خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات كبيرة وارتفاعات أكبر كانت في مستوى السيولة. إذن السيولة تنخفض بأكثر من 50% اليوم، وحقيقة واضح أن هناك بعض التردد أو بعض القلق من أن يصبح هذا الرتم هو رتم الجلسات القادمة. لذلك نجد أن ارتفاعات الأسهم المضاربية اليوم ارتفاعات محدودة لا تتجاوز يعني 5 إلى 6%، رأينا ارتفاع أولى وقود والسور والوطنية دالغاف، ولكن كل هذه الارتفاعات لم تعود كما كانت خلال الفترات الماضية، نجدها ترتفع ب10 15 و20 وأكثر. كذلك اليوم في نهاية الجلسة سهمي الوطني وبيتك عدل كثيرا وقلص الخسائر في خلال فقط فترة المزاد، تحول إلى اللون الأخضر الوطني، وبيتك أيضا تحول إلى اللون الأخضر فقط في خلال فترة المزاد، لذلك خفت الخسائر بشكل أو بآخر. إجمالا الجلسة لا تعتبر انزلاقات في التراجعات، إنما هو تغير وعملية جني أرباح، عملية أيضا تريث في اتخاذ القرار، عملية يعني أيضا التأكد أو يعني إلى الآن هناك قلق من المستقبل ومحاولة أن السوق سوف يستمر بدرجة من التأكد كما كان خلال الأشهر الماضية على الأقل. بالتالي أعتقد نشهد مزيد من تداولات الأسهم الصغيرة التي خفتت خلال هذه الجلسة وتراجعت. أستاذ علي، كما تابعنا في الجلسة السابقة، جلسة الأمس هي بداية السلبية كانت، واليوم بعدين تتبعها يعني تباين بعض الشيء، ولكن السلبية هي ما كان يعني لها الرصيد الأكثر. كان هناك عمليات نقل أو تبادل أسهم على سهم المباني اللي رفع السيولة بشكل استثنائي في جلسة الأمس. سؤالي في جلسة اليوم، شنو الأسهم اللي جذبت أنظار المضاربين في شكل عام؟ قطاع مصرفي، قطاع خدمات، قطاع صناعي؟ اليوم حقيقة يعني ما ليس هناك أسهم محددة عدا الأسهم السابقة، شهدنا مينا، وطنية دالقاف، مدينة الأعمال، قد يكون الصفات، السور الأولى بدرجات يعني أقل، يعني اليوم جني أرباح أيضا على أسهم مثل المتحدة استمرت في عملية جني الأرباح، أرزان اليوم جني أرباح على هذا السهم يعني القوي، قد يكون أعيان العقارية، أسهم أعيان العقارية وأعيان وأيضا مبرد لها أفضلية كانت قبل نهاية الشهر، من الممكن أن تعود بذات الوتيرة. والأسهم القيادية بيتك والوطني الآن اليوم عليهم تداولات عالية، أيضا عليهم ارتفاعات، إذن هم الأكثر اليوم جذبا للسيولة، هم الأكثر حقيقة اهتمام من المتداولين، عملية محاولة بناء المراكز على هذه الأسهم أيضا ولكن بنسب محدودة. إلى الآن السوق حذر، نعم كان خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر يعني كانت إيجابية طاقية، ولكن في يعني وسط هذا يعني حقيقة مجموعة من العوامل
شديدة الحساسية، سواء العامل الاقتصادي، سواء العامل السياسي، العامل الجيوسياسي في المنطقة. الانتخابات الأمريكية بالولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد بدرجة كبيرة، كل تؤثر أيضا على اتجاهات أسعار الفائدة القادمة. مثل هذا الخليط من العوامل لا شك أنه يدخل القلق في نفوس المتداولين، ولا يريد أن يفرطوا أيضا في مراكز، يبقوا على مراكزهم ولكن أيضا لا يتقدموا إلى مراكز جديدة حتى على الأقل ننتهي من بعض الاستحقاقات. قد يكون هذا أول هذه الاستحقاقات قد نتائج الانتخابات الأمريكية، واتجاهات أيضا أسواق العالمية، اتجاهات أيضا أو تقديرات اتجاهات سعر الفائدة القادم. أستاذ علي، شلون نقدر نفسر أن السوق يواصل استقبال النتائج الفصلية للربع الثالث حتى هذه اللحظة؟ حقيقة خلال هذه الفترة بما أن هناك عوامل أكثر، الآن نتحدث عن عوامل خارجية، يعني الاقتصاد الكلي، العوامل السياسية أكثر تأثيرا من العوامل الداخلية أو المايكرو اللي هي بيانات الشركات. الآن العامل الخارجي أكثر أثر، ونرى أثر هذا العامل في بين جلسة وأخرى على الأسعار، كما شهدنا يعني الأسبوع الماضي كانت نهاية فترة يعني توقعات بتوسع الحرب، شمولية الحرب، ولكن بعد ذلك تراجعت، ولذلك رأينا شهدنا النمو الكبير في الأسعار، ولم يكن النمو الكبير في الأسعار نتيجة بيانات مالية. وكذلك اليوم أو أمس عمليات الضغط ليس نتيجة بيانات مالية أبدا. الآن قد يكون للبيانات المفاجئة، البيانات ذات النمو الكبير يعني تؤثر في أسعار بعض الأسهم، ولكن ليس بإجمالية السوق. إجمال السوق يتأثر في العوامل، معظم الأسهم تتأثر بالعوامل الخارجية. قد يكون من الأسهم النادرة التي شهدنا عليها يعني تداولات وارتفاع، أيضا اليوم جني أرباح، سهم أرزان. أرزان حقق نمو كبير في الأرباح، ويستحق أن يبقى بهذه الأسعار أو حتى أعلى من هذه الأسعار، لكن طبعا مع مرور الوقت يكون هناك عمليات جني أرباح كلما تقدم السهم إلى الأمام. ولكن الآن المهم هي الأخبار الجيوسياسية، الأخبار السياسية بالولايات المتحدة، أسعار الفائدة، كل هذه الأمور تجد المتداولين الآن يقرؤون بها بتمعن، طبعا لاستشفاف على الأقل المستقبل، لو المستقبل على المدى المتوسط على الأقل. أستاذ علي، ذكرت في إجابتك أن نتائج الانتخابات الأمريكية لها تأثير واضح، هل تتفق بأن العامل النفسي هذا الأسبوع راح يكون صعب على المتداولين حتى ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية؟ أعتقد أن الانتخابات الأمريكية تؤثر على جلسات محددة، قد يكون مجموعة من الجلسات تتأثر بالنتائج أو ما بعد النتائج، ولكن الأسواق باتجاه محدد، سواء الأسواق الأمريكية أو حتى الأسواق الخليجية لديها اتجاهات محددة. فأعتقد أن الانتخابات الأمريكية تؤثر عند ظهور الانتخابات، ما قبل ظهور الانتخابات أعتقد قد عطلة في الأسواق الأمريكية فلن نجد أثر. بعد ذلك اليوم قد نشهد أيضا تداولات عنيفة، ويعني تذبذب عنيف في الأسعار، تذبذب عنيف على المؤشرات، ووفقا لطبعا استطلاعات الرأي أو حتى بعض التحاليل السياسية سوف يؤثر على الأسواق. ولكن على المدى المتوسط والطويل أعتقد أن الأسواق متجهة في لها اتجاه معين، لن تؤثر كثيرا الانتخابات في تغيير هذا الاتجاه دائما. أداء بورصة الكويت خلال شهر أكتوبر لاحظنا الماضي كان إيجابي مقارنة بأداء شهر سبتمبر، والجلسة الأخيرة كانت هي يعني 109 ملايين دينار، كانت الجلسة الأخيرة إلى يوم الخميس. من حيث ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، ونلاحظ ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي اللي وصل معنا إلى نحو 3.9%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.3%، هل توافقني الرأي بأن النهج المضاربي تركز بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال تداولات شهر أكتوبر الماضي؟ نعم، وليس فقط شهر أكتوبر، يعني حتى الأشهر الماضية كان هناك واضح توجه على الأسهم الصغيرة المتوسطة. إلى الآن يعني مؤشر رئيسي 50 يربح 16.5%،
مقابل ارتفاعات لمؤشر السوق العام والمؤشر السوق الرئيسي الأول والعام ب3.4% فقط، أي أن أرباح مؤشر رئيسي 50 أضعاف مكاسب السوق الأول أو المؤشر العام، اللي هو طبعا الوزن الأكبر في المؤشر السوق العام هو مكونات السوق الأول. لذلك واضح أن هناك يعني سيولة قوية جدا على الأسهم الصغيرة المتوسطة، زادت نعم هذه السيولة أو بلغت ذروتها في خلال شهر أكتوبر. خلال شهر أكتوبر بعد مرور يعني فترة الصيف، وبعد أيضا الاقتراب من النتائج المالية، وبعد أيضا بداية تغير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة، سوف يتغير العالم من حيث السياسة النقدية أيضا، وشهدنا أيضا مثل هذا التغير لا شك أنه في صالح الشركات وفي صالح الأداء وفي صالح هامش الربحية. إذن تداولات شهر أكتوبر كانت هي المميزة، وتركيز على الأسهم الصغيرة وإعادة قراءة وإعادة تقييم لشركات صغيرة متوسطة، بالتالي شهدنا هذه الارتفاعات وهذا الارتفاع الكبير في مستوى السيولة. الأعلى 109 مليون هو الأعلى تقريبا منذ الأزمة المالية العالمية، لم نصل إلى مستويات 109 مليون باستثناء جلسات تنفيذ مراجعة الأوزان في مؤشرات الأسواق الناشئة. الجلسات الاعتيادية لم نصل إلى مستويات 109 مليون دينار تقريبا منذ الأزمة المالية العالمية، يعني تقريبا 15 سنة، أكثر من 15 سنة ولم نصل إلى هذه المستويات. وحتى مستويات معدلات السوق 70 مليون 80 مليون معدلات الشهرية لم نصل إلى هذه المستويات، وصلنا إلى شهر يناير فبراير ثم تراجعنا. خلال الآن نحن في معدلات جديدة أعلى من 50 مليون، لا ترضي الآن المستثمرين أو المتداولين. 50 مليون يرونها قليلة، اعتادوا أرقام أكثر من 60 من 70. أعتقد أن في تغير أيضا في سلوك السوق، في سيناريوهات التداول، أيضا أحجام السيولة، مصادر هذه السيولة، في قد يكون أيضا صناديق جديدة، محافظ جديدة، تدفق استثمارات جديدة إلى السوق. يعني الأستاذ المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح وتواجدك معنا في الاستديو لبرنامج المؤشر في اليوم الثاني وتداولات بورصة الكويت. مشاهدينا فاصل ونعود مرة أخرى. كيف يمكنني تقييم الأداء التاريخي والحالي للشركة؟ هناك العديد من الموارد التي يجب على المستثمر الاستفادة منها للاطلاع على آخر تطورات الشركة، والتي تشمل البيانات المالية. يمكنك الاطلاع على البيانات المالية ربع سنوية والسنوية من خلال موقع بورصة الكويت للشركات المدرجة في السوق الأول والرئيسي. ستتمكن من العثور على صفحة الملف التعريفي للشركة المدرجة والتي تتضمن البيانات المالية التاريخية للشركة، إعلانات وإفصاحات الشركات. ستتمكن من العثور على أحدث إفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عبر موقع بورصة الكويت. ذلك وقد يكون لهذه الإفصاحات تأثير ملحوظ وملموس على أداء الشركة. مؤتمرات المحللين، قد تجد العروض التقديمية للمستثمرين وملخص مؤتمرات المحللين على الموقع الرسمي للشركة المدرجة. تعد المشاركة في هذه المكالمات ضرورية لفهم أداء الشركة لهذا العام، بالإضافة إلى معرفة رؤية واستراتيجية الشركة على المدى القريب. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، وأيضا لتسليط المزيد من الضوء على أداء السوق الكويتي يسعدنا أن ينضم إلينا من البورصة المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن بعد التحية، تقييمك اليوم على أداء السوق في جلسة هذا اليوم الثاني متداولات بورصة الكويت لهذا الأسبوع. أرحب فيك أخو يوسف وبإخواني مشاهدي تلفزيون الكويت. طبعا شفنا يعني بداية أسبوع سلبية لمؤشرات السوق، السوق الأول والسوق الرئيسي. اليوم كان هناك كذلك انخفاض، ولكن الانخفاض كان على شكل تذبذب تباين في المؤشرات. السبب طبعا يوم الخميس الماضي كان هناك ارتفاع كبير لمؤشر السوق بسبب الاقفالات الشهرية،
وشراء على الأسهم القيادية بيت التمويل والوطني. هناك من جنى ربح في الجلسة الماضية، ولكن أستطيع أخوي يوسف أن ألخص سبب هذا جني الأرباح بثلاثة أمور. أولا، هناك سبب فني. السوق الأول عند منطقة تقريبا 7700، منطقة تقاطع متوسطات متحركة وهي تعتبر منطقة مقاومة، ترند هابط، يحاول السوق الأول كسر هذا الترند والدخول في الإيجابية، فلا بد أن التذبذب عند هذه المنطقة منطقي ومقبول وطبيعي. الأمر الثاني، الوضع الجيوسياسي في نهاية الأسبوع كان هناك نوع من التوتر، تفاعل مع السوق بالسلب، ولكن كان هناك شيء طفيف. الانتخابات الأمريكية ومن سيفوز بهذه الانتخابات، ترامب أو هاريس، وسياستهم حول الاقتصاد الأمريكي، كذلك محل انتظار وترقب. ولكن بشكل عام أخو يوسف، السوق يتحرك بشكل فني جيد. لاحظنا اليوم انخفاض قيمة التداول، أنا أشوفها شيء إيجابي في اتجاه البيع وليس سلبي، بمعنى السوق يرتفع ب 100 مليون و 90 مليون دينار وينخفض بتداولات أقل، معنى ذلك أن هناك عزوف عن البيع في بعض الأسهم، بل بالعكس تقريبا في النصف الثاني من الجلسة اليوم شفنا شراء على أسهم قيادية، الوطني والتمويل، الصناعات، جني أرباح على بعض الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الماضية مثل العقارات المتحدة، كذلك مدينة الأعمال، ارتداد اليوم لسهم إنوفست الذي جنى ربح بشكل رأسي في الجلسة السابقة، اليوم شفنا عد الوضع قليلا. فهناك مضاربات على بعض الأسهم، ولكن واضح يعني وضع الانتظار والترقب، تحفيز أو تحفز السيولة للدخول، ولكن تنتظر الأخبار والأمور الإيجابية التي تدفع بالسيولة إلى الدخول مرة أخرى إلى السوق. أستاذ حسن، يعني إلى أي الأسهم تركزت الأنظار في الدولين اليوم؟ يعني كانت يعني جلسة شوية يعني فيها مجموعة من التداولات، لكن أي الأسهم اليوم يعني تم اتجاه المتداولين؟ هل الأسهم القيادية أم الأسهم الصغيرة؟ طبعا شفنا منذ يوم الخميس الماضي إعلان أرزان الإيجابي وارتفاع أرباحه، دخول واضح وتمركز واضح على هذا السهم، انطلق بقوة آخر جلستين الأحد واليوم. اليوم عند منطقة 220 جنى ربح هذا السهم وانخفض إلى منطقة 213، كان تقريبا الأعلى تداولا في السوق في هذا اليوم، وهو مكونات السوق الأول. كذلك بيتك والوطني كان عليهم فوليوم قيم تداول، تماسك بيتك اليوم بالرغم من الانخفاض في السوق وعند منطقة 719 وأقفل على منطقة 21 وهو شيء إيجابي. العقارات المتحدة طبعا هو مكونات السوق الرئيسي، جني أرباح على العقارات المتحدة، مدينة الأعمال تقريبا تماسك في هذه الجلسة، وطنية دال قاف ومعاودة للشراء دخوله في المنطقة الخضراء. فشفنا مزيج من الشراء على السوق الأول والسوق الرئيسي، وهذا شيء إيجابي، يعني يعطينا انطباع بأن ستكون هناك عمليات دخول وشراء على الأسهم القيادية، صناعات وطنية كذلك اليوم شفنا عليها شراء، استثمارات وطنية، وكذلك عمليات مضاربة وتدوير على أسهم جنت ربح في السوق الرئيسي. فكان هناك تبادل أدوار ما بين السوق الأول والرئيسي وتحضير لارتفاعات قادمة. أستاذي الفاضل، واصلت قيمة التعاملات في بورصة الكويت ارتفاعها الملحوظ سواء من ناحية الشراء الاستثماري أو المضاربي، لكن تبقى حاليا الغلبة للمضاربات التي حقق عدد كبير منها في مكاسب بالرغم من ارتفاع مخاطر بعض الأسهم المضاربية. تفسيرك للارتفاع النسبي في مستوى السيولة النقدية في بعض جلسات التداول؟ نعم، طبعا لنأخذ قيمة التداول الأسبوعية أخوي يوسف، نشوف قيم التداول الأسبوعي أكبر بكثير، السيولة الداخلة أكبر بكثير من السيولة الخارجة، هذا أشوفه أنا شيء إيجابي. يعني خلال أسبوع كامل شفنا فوليوم عالي في أكثر الجلسات 80 و90 و100 مليون، وقابل هذا الفوليوم العالي عمليات جني أرباح طفيفة، فصافي السيولة بالإيجاب حتى الآن. تداول المؤشر العام والأول والرئيسي بانخفاضات طفيفة، والارتفاع نشوفه بنسب
كبيرة، فصافي سيولة إيجابي إن شاء الله، ولكن كما ذكرت لك ينتظر المحفزات والأخبار والوقت المناسب لدخول السيولة على هذه الأسهم. طبعا لا ننسى أخوي يوسف موضوع إعلانات الأرباح، يعني اليوم عندنا تقريبا 104 شركات لم تعلن حتى الآن، 30 شركة أعلنت، فعندنا عدد كبير يعني أكثر من ثلث الشركات حتى الآن لم يعلن. نسب الارتفاع حتى الآن 13%، ولكن لا نستطيع أن نعول عليها لأن كثير من الشركات حتى الآن لم تعلن. هذا المحفز أو هذا الدافع كذلك يحرك السوق من فترة إلى أخرى. شفنا الأسبوع الماضي عندما أعلنت أكثر من شركة أرباح جيدة، دولي، أرزان، شفنا قفزات وارتفاعات، تفاعلت هذه الأسهم مع الأرباح الإيجابية. فإن شاء الله مع الإعلانات الإيجابية راح نشوف تمركز ودخول وتغيير مراكز على بعض الأسهم الإيجابية التي ستعلن أرباح في الفترة المقبلة. بعض جلسات التداول لاحظناها في السوق حاليا تتأثر بالعوامل الفنية كالنتائج المالية للربع الثالث، أم أن الانتخابات الأمريكية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية هي من يقود دفة السوق خلال تداولات هذا الأسبوع؟ طبعا ذكرت لك يعني النتائج ربع الثالث ضاغطة على السوق نوعا ما، وهناك انتظار وترقب الانتخابات الأمريكية. أخو يوسف دعنا يعني نتحدث عن هذا الموضوع، يعني في حالة فوز ترامب السياسة الاقتصادية لترامب يمكن قراءتها موضوع الضرائب، تخفيض الضرائب، وموضوع التعرفة المرتفعة على الصين. قد يكون هناك تغيير في الوضع الجيوسياسي بأن ترامب ليس مع الحرب ضد أوكرانيا. في حالة فوز هاريس قد نواجه تذبذب واضطراب في الأسواق لأن مرشحة جديدة تفوز وسياستها الاقتصادية حتى الآن لم يتم إيضاحها، يعني السياسة الاقتصادية. فالتأثير سيكون على الأسواق يعني ليس بكبير، تأثير محدود. والأوضاع الاقتصادية المقبلة في حالة فوز أحد الطرفين يمكن قراءتها وتقديرها بشكل سهل، يعني من خلال قراءة الوضع السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة. نعم، المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نظام الأسهم غير المدرجة OTC. إذا كنت قد شاركت في طرح عام أولي لشركة لم يتم إدراجها في بورصة الكويت حتى الآن، فيمكنك المشاركة في تداول هذا السهم عبر نظام الأسهم غير المدرجة، وهي منصة طورتها بورصة الكويت تتيح التداول الإلكتروني للأوراق المالية غير المدرجة، وهو النظام الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. سيتم تنفيذ جميع التداولات من قبل شركات الوساطة المرخصة، كما يسمح بنقل الأسهم بين الأطراف المختلفة. إذا كنت ترغب في بيع ورقة مالية غير مدرجة مسجلة في منصة التداول خارج البورصة، فستتمكن من القيام بذلك في سوق OTC والذي يعرض أحدث الأسعار. كما أن النظام يوفر مقياساً لكيفية تقييم السوق للسهم غير مدرج. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا إياكم لفقرتنا الأخيرة وهي يعني فقرة مؤشرات السوق اليوم. مثل ما يعني تفضل زميلي عايد وأيضا الضيوف اللي لاحظ معنا هذه الجلسة السلبية متباينة بعض الشيء، يعني عندنا ثلاث مؤشرات مكتسين باللون الأحمر، مؤشر واحد مكتسي باللون الأخضر، فيها تباين، ولكن السلبية هي يعني طاغية على هذه الجلسة وبانخفاض حاد في السيولة النقدية، تحوط من بعض المتداولين في عملية يعني شراء الأسهم خوفا من انخفاض أسعارها أكثر من هذا اليوم. مؤشر السوق العام 7124 نقطة هي إجمالي هذا السوق، 7 نقاط هي ما أدت إلى انخفاض هذا السوق، 50 مليون دينار يعني ولا شيء، ونصف المليون دينار هي السيولة النقدية. فرق معنا ما بين جلسة الأمس وجلسة يوم الخميس. جلسة يوم الخميس مثل ما قال أيضا ضيفنا في الاستديو الأستاذ علي العنزي أن يعني لم تحظى هذه السيولة ب 109 ملايين دينار كويتي منذ يعني فترة طويلة في عملية السيولة النقدية. 281 مليون سهم، 15,055 صفقة، والرسم البياني موضح أمامكم. انطلاق جرس التداول، تلاحظون معنا المؤشر شلون في التباين،
اوكي مشاهدينا الاكارم تحظون معنا هذه الانخفاضه القويه في منتصف الجلسه. نلاحظ ان المقاومه السلبيه ادت الى انخفاضه في منتصف الجلسه، تباين جدا بسيط، لا يوجد عندنا يعني ما في مقاومه ايجابيه لارتفاع هذا المؤشر، ولكن هو قاعد يمشي في تباين بسيط في الارتفاع، ولكن عند الاغلاق ان انخفض هذا المؤشر. هذا بالنسبه لمؤشر السوق العام. نتجه وياكم مؤشر السوق العام الى مؤشر السوق الأول. مكتسي معنا هذا المؤشر في اللون الأخضر، ولكن في شيء جدا بسيط، 7649 نقطة، يعني 0.16 عشر من النقطة هو اللي أدى إلى ارتفاع هذا المؤشر في شكل بسيط واكتساء في اللون الأخضر. 26 مليون دينار هي السيولة النقدية فقط في مؤشر السوق الأول، 96 مليون سهم، 6092 صفقة، والمؤشر جدا يعني مقارب في نسبة 60% بالنسبة لمؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي. كان عندنا في مؤشر السوق الرئيسي لو تحضرون كانت معنا في هذه الفترة في الوقت عندنا كان هي الانخفاضة، لكن مؤشر السوق الأول كانت الانخفاضة في قبل مؤشر السوق العام، يعني كانت ممكن في محاري النص ساعة أو الساعة تقريبا، ولكن تباين جدا بسيط، تباين بالنسبة لعملية التداول حتى نهاية الجلسة، يعني 16 جزء من النقطة، يعني ما يعتبر هذا ارتفاع نهائيا، ولكن في عندنا أمامنا اكتساء في اللون الأخضر. نروح وياكم إلى المؤشر الثالث وهو مؤشر رئيسي 50 الذي أيضا مكتسي ويانا اليوم في اللون الأحمر، 6326 نقطة إجمالي السوق رئيسي 50، 45 نقطة هي التي أدت إلى انخفاض هذا المؤشر، 14 مليون دينار السيولة النقدية، 106 مليون سهم، 4730 صفقة. لاحظ معكم مشاهدينا أن منذ انطلاق جرس التداول ارتفاع، ولكن في عندنا انخفاض، نلاحظ هنا عندنا مقاومة سلبية جدا أدت إلى هذه الفجوة اللي تأخذونها معنا، 1 2 3 4 فجوات عندنا كان في مؤشر رئيسي 50، لكن هذه الفجوات كانت في سلبية تامة في انخفاض هذا المؤشر. في منتصف الجلسة نلاحظ ارتفاع جدا بسيط، كانت إيجابية بعض الشيء في هذه الفترة، التباين جدا واضح عند ختام جلسة التداول، ولكن الانخفاض جدا واضح، 45 نقطة في مؤشر الرئيسي 50. نتجه وياكم مؤشر رئيسي 50 إلى مؤشر السوق الرئيسي، 6439 نقطة، 37 نقطة هو انخفاض هذا المؤشر، 23 مليون دينار السيولة النقدية، 185 مليون سهم، 8963 صفقة. وتلاحظون معنا أن مؤشر السوق الرئيسي مقارب تماما إلى مؤشر الرئيسي 50، الفجوات عندنا يعني نقدر نقول كوبي بيست بالنسبة لمؤشر رئيسي 50 ومؤشر السوق الأول، فجوة فجوتين ثلاثة أربع فجوات عندنا تلاحظونها في هذه الانخفاضة الواضحة في مؤشر السوق الرئيسي، وأدى الانخفاضة 37 نقطة ولكن اكتساء في اللون الأحمر. نتجه وياكم لأكثر الشركات الخمسة ارتفاعا لهذا اليوم في جلسة هذا اليوم بعد ما انتهينا معكم مؤشر السوق الرئيسي. عندنا في هذه اللحظة أكثر الشركات ارتفاعا لو يعرض لنا اياها السيد المخرج معنا. مشاهدينا اكثر الشركات ارتفاعا الخمسه تلاحظونها اللي كانت مكتسيه في اللون الاخضر لهذا اليوم، على راسها انوفيست 154 فلس، قيمه السهم ارتفاع واضح 8 فلوس، الانظمه 150 فلس وبارتفاع 5 فلوس، السور 245 فلس قيمه السهم وبارتفاع 8 فلوس، اولى وقود 254 فلس وبارتفاع 6 فلوس، كامكو 134 فلس وبارتفاع 3 فلوس. هذه اكثر الشركات الخمسه ارتفاعا لهذا اليوم. نتجه وياكم من اكثر الشركات ارتفاعا إلى أكثر الشركات انخفاضا واكتساءها في اللون الأحمر، على رأسها الخليجي 670 فلس قيمة السهم وبانخفاض واضح 45 فلس، سنام 202 فلس وبانخفاض 11 فلس، أسس 103 فلوس وبانخفاض 5 فلوس، المركز 131 فلس وبانخفاض 6 فلوس، نابسكو 854 فلس وبانخفاض 34 فلس. تلاحظون معنا الانخفاضات جدا يعني واضحة عندنا في الشركات الخمسة،
45 فلس بالنسبة للخليجي، 11 فلس، 5 فلوس، 6 فلوس، 34 فلس، جدا يعني انخفضت جدا واضحة في هذه الشركات. مثل ما ذكر ضيفنا وذكر زميلنا عايد وأيضا ضيفنا في الاستديو سعد حسن، يعني ممكن تكون أخبار جيوسياسية هي المأثرة على المنطقة. ومثل ما أنتم عارفين احنا عندنا في هذه الفترة احنا في الربع الأخير وإعلان الشركات بالنسبة للأرباح. نتمنى بإذن الله تعالى يعني اليوم أمس واليوم جلستين راحوا من بورصة من عمر بورصة الكويت لهذا الأسبوع. يتبقى عندنا ثلاث جلسات وهي جلسة الغد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. والبورصة دائما متغيرة ولا تستمر على نهج واحد، وهي دائما متغيرة للأعلى وللأسفل وفي التباين. نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون الإيجابية في تعويض الخسائر لجلسة الأمس وجلسة اليوم، تكون في جلسة اليوم الثالث لبورصة الكويت في الغد بإذن الله تعالى. حتى هذه اللحظة أعزائي المشاهدين نترككم بحفظ الله ورعايته، ونتمنى أن نكون يعني وضعناكم في صورة حية مباشرة حول جلسة هذا اليوم، ونكون معكم في التحليل الواضح والكامل حول جلسة هذا اليوم. نراكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد. في أمان الله.